السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل تحت عنوان الرسامة الصغيرة والقمر. السؤال الأول، أنمي معجمي، ألون خانة الشرح المناسب بالأصفر. مفتونة بمعنى معجبة، يكسو بمعنى يغطي، بدت بمعنى ظهرت. السؤال الثاني، أشرح بحسب السياق. السياق بمعنى حسب ما ورد في النص، وإذا في النص كلمة ضياء يغمرها ضللت. الضياء الضوء المنبعث من القمر، ويكون ضوءا خفيفا أو خافتا، يغمرها يملأها الحزن أو يخالجها شعور بالحزن. ضللت بمعنى لونت. أفهم وأحلل، ماذا كانت الرسامة الصغيرة تتمنى؟ تتمنى الرسامة الصغيرة أن يدوم الضياء الفضي للقمر طيلة الشهر. تتمنى الرسامة الصغيرة أن يدوم الضياء الفضي للقمر طيلة الشهر. السؤال الثاني، كيف أرادت أن تصل إلى القمر؟ أرادت أن تصل إلى القمر مستعملة سلما طويلا يبدأ من الأرض وينتهي بالقمر. ما رأيك في الوسيلة التي اختارتها؟ لا يمكن الوصول إلى القمر باستعمال سلم. عنوانا لهذا الجزء، نختار ما بين الصعود إلى القمر مغامرة جريئة أو مفتونة القمر. السؤال الموالي، أنمي معجمي، أكمل عائلة كلمة سلمة. لدينا سلمة، سلامة، سليم، يسلم، استسلم، تسليم، سلالم، سليمة، مسلم. أفهم وأحلل، أحدد الاختيار الصحيح. وجدت الرسامة كلام أمها صوابا. السؤال الموالي، شعرت الرسامة بالراحة لأنها ستركب الطائرة. السؤال الموالي، أنمي معجمي، أكمل خريطة الكلمة مكتمل. نوعها اسم، مرادفها تام، ضدها الناقص. الجملة القمر مكتمل. أفهم وأحلل، أبين لماذا خفق قلب الطفلة. إذن خفق قلب الطفلة لأن في اعتقادها ستصل إلى القمر لأنه أصبح بدرا مكتملا. السؤال الموالي، لونت الطفلة سفينة الفضاء باللون الأخضر. لونت الطفلة اللهب باللون الأحمر. لونت الطفلة فضاء اللوحة باللون الأسود الخفيف. أقترح عنوانا لهذا الجزء، نختار ما بين سفينة الفضاء، الوصول إلى القمر، أو رائدة الفضاء.